عندي طاجن ورق العنب باللحمه، عندي نص كيلو لحمه انتركوت، او طبعا اي نوع لحمه، بوفتيك تمام، اللي انتوا حابينه تمام. عندي كمان ورق عنب، وعندي طماطم حلقات وبصل حلقات، دول اللي انا هفرش بيهم الطاجن بتاعي. وعندي كمان للخلطه محتاجه 2 كوباية رز مصري، وعندي كمان 4 حزم خضره مشكله، بقدونس وشبت وكزبره، و2 كوباية عصير طماطم، و4 معالق كبار صلصه، و2 سمره بصل كبار مبشورين او مفرومين في كبه، وملح وفلفل وشويه بهارات مشكله، وتوم باودر وبصل باودر وجوزة الطيب، ومكعب مرق ينفع نشيله وينفع ان احنا نستخدمه. وللتسويه محتاجه عندي 2 كوباية مرق، وهقول لكم كمان هنسوي ايه مع 2 كوباية دول.